الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية وهجمان انتحاريان يوقعان قتيلا وعدة إصابات في العاصمة. تقارير إسرائيلية تحمل روسيا مسؤولية تعطيل نظام تحديد المواقع في المجال الجوي الإسرائيلي. عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى الحياة السياسية تثير ردود فعل متباينة. المبعوث الإثيوبي يصل العاصمة السودانية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقوى المعارضة. حزب الله يستبعد حربا أمريكية على إيران، ودبلوماسيون يؤكدون أن طهران لم تبلغ بعد الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب. أما في الرياضة، المنتخب المصري يتأهل للدور 16 بفوزه على الكونغو والجزائر والسنغال الليلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. أخبار الساعة من قناة A24 News، مرحبا بكم. نفى مستشار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأنباء عن وفاة السبسي، مضيفا أن حالة الرئيس في حالة حرجة لكنه على قيد الحياة. وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الباجي قايد السبسي نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة بعد إصابته بوعكة صحية. قتل رجل أمن تونسي وأصيب عدة أشخاص في هجومين انتحاريين استهدفا الشرطة في العاصمة تونس، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية. هذا ودعا رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر الكتل النيابية لاجتماع طارئ لبحث الوضع العام في البلاد. ومن باريس انضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي توفيق قويدر الشيشي. مرحبا توفيق. يعني رغم التأكيد أن الرئيس التونسي ما زال على قيد الحياة، ماذا ستكون برأيك تداعيات دخوله إلى المستشفى بهذا الشكل، خاصة يعني أن البلاد تقترب من انتخابات يعني بعد عدة أشهر؟ فعلا كما قلت في المداخلة السابقة، يعني ما تداولته الصحف وبعض شبكة التواصل الاجتماعي من خبر وفاة رئيس غير صحيحة. إذن الخبر بيد يؤكده قصر قرطاج، يعني لحد الآن الحالة حرجة. أما التداعيات طبعا، إذا استمرت حالته حالة حرجة، إذا استمرت وطالت المدة لشهر أو شهرين، فلا بد من تفعيل المادة 80 والمادة 86 بفقراتها يعني، وبالتالي استماع رئيس المحكمة العليا. رئيس المحكمة العليا يخبر أو ما يسمى أو ما يعادل المجلس الدستوري، يخبر رئيس البرلمان ويجتمع البرلمان، وبالتالي يعلن حالة الشغور. هذا في حالة ما إذا طالت يعني طال المرض. أما إذا كانت المدة قصيرة فبالتالي فالانتخابات المزمع عقدها في شهر فبراير سوف تتم على يعني على وجه يعني في الوقت المبرمج لها. لكن في حالة ما ثبت المانع، وهو المانع سواء يا إما الوفاة أو المانع الصحي إذا طال، فإنما كما تفضلت نعم أستاذ توفيق، يعني هل ستعاني تونس من حالة فراغ سياسي في حال غياب السبسي لأسباب صحية، أم أن برأيك مؤسسات الدولة التونسية قادرة على تجاوز أي فراغ سياسي من هذا القبيل؟ أكيد سوف تعاني نوعا ما، خاصة أن تونس تعرضت الآن إلى ضربة يعني سياسية وضربات إرهابية. الجانب يعني الضربات الإرهابية التي تعرضتها اليوم في العاصمة تونس، وهي ضربات نوعية كذلك بحكم الزمان والمكان التي تؤثر على الانتخابات، من شأنها تؤثر على حسن سيرورة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك حزب الفتي الذي نداء تونس الذي ينتمي إليه السيد قائد سبسي يؤثر كثيرا. لماذا؟ لأنه يعتبر
يعتبر بمثابة شخصية وسط وشخصية إجماع في نظر التونسيين، وبالتالي غيابه سواء غيابه يعني لا سمح الله نهائيا على الحياة أو لجانب لسبب صحي، وبالتالي سوف تفعل المادة من التي تنص في حالة الشغور، وهذا طبعا من شأنه أن يعكر ويطول يطيل من عمر الانتخابات، وتعتبر يعني بمثابة يعني حقيقة بمثابة أستاذ توفيق، يعني أيضا لا يمكننا بطبع التجاهل يعني الهجومين الانتحاريين الذي استهدفا الشرطة في العاصمة. ما هو حال الشارع التونسي؟ فعلا هو استنكار، يعني استنكار، وكل حتى شمال إفريقيا يستنكر، وكل يعني حتى العالم العربي يستنكر هذه الاعتداءات، خاصة وأنها اعتداءات ليست يعني رمز لها دلالة رمزية. أولا المكان ومن ليس يعني ليست بريئة، مخططة ومدبرة بدقة، يعني المكان العاصمة تونس ومنطقة سياحية مثل قبصة، زيد على ذلك اختيار عناصر القوات الخاصة، وزيد على ذلك الزمن وهو الانتخابات، يعني الانتخابات التشريعية كما كان التي هي مقررة في فبراير. إذن كل هذا أشكرك. تفضل الكلمة الأخيرة. فقط الحزام الأمني الموجود بين الجزائر وتونس يعني تقريبا نقول أنه هش نوعا ما، زيد على ذلك المجال المفتوح، الحدود الليبية، الحدود الليبية التونسية يعني حدث ولا حرج. طيب أريد أن أشكرك في هذه المرحلة من باريس الكاتب والمحلل السياسي توفيق قويدر شيشي، ونستمر في حديثنا حول هذه الهجمات، وأريد أن أنتقل من تونس إلى الناشطة الحقوقية كاهنة طالبي. يعني كاهنة، أنت تواجدت بالقرب من أحد الانفجارات، ما الذي شهدتيه بالبداية؟ أنا قبل الانفجار بحكاية 20 دقيقة مريت من نفس المكان اللي صار فيه الانفجارات، اللي صار فيه الانفجار الإرهابي. كان الوضع عادي، يعني نحن بتونس بعد الثورة عندنا ديما نقطة شرطة باش تكون على بعد 20 متر من المقر الاجتماعي للسفارة الفرنسية في نهج شارديغول. يعني كان الوضع عادي والناس والمحلات مفتوحة والناس تقضي وتمشي وتجري في الشارع، لكن حال وصولي إلى المكتب الشغل سمعت أنه صارت العملية، كان مات فيها واستشهد فيها عون أمن مهدي البناني ربي يرحمه، وأصدقائه في أيضا صحتهم في حالة حاجة يعني جرحى، ولكن الحالة متاعهم خطيرة شوية. نحن مش أول عملية انتحارية تصير في شارع حبيب بورقيبة، هي ثاني عملية انتحارية وكما يسمونها الذئاب المنفردة. كانت صارت في شهر أكتوبر عملية أولى، يعني تحدت إرهابية الأمن وأصبح الأمن هو المهدد بالعمليات الإرهابية في تونس. يعني نوعيات العمليات الإرهابية اللي قاعدة تصير في تونس هي دائما على نقاط الشرطة، يعني الأمن يعني هنا تهديد مباشر لأمن تونس. بعدها بعشرين دقيقة أو حال 15 دقيقة يقع كذلك، تقع إرهابية إنها تفجر روحها كذلك في مقر الشرطة بالجرجاني، وسمعت مؤخرا انه في قفصة وقعت عمليه زاده عمليه. طيب كهنا كيف يمكنك ان تصفين لنا الان حال الشارع التونسي؟ حاله الشارع التونسي حاله استنفار كبيره، الناس الكل يعني نحن ضد العمليات الارهابيه، نحن تونس بلد تحب الحياه، بلد يعيش فيها الاختلافات الكل، مع الازدهار اللي صار في السياحة الحالية يعني ممكن هو ضرب لاقتصاد الدولة ولفيحتها أكثر منه أنه يكون. طب كان أنت يعني كمواطنة تونسية وناشطة حقوقية، هل ترجحين وقوف أي منظمة خلف هذه العملية المزدوجة؟ ثم إمكانية لأنه كانت هناك طرح لتأجيل الانتخابات، ثم كان صار نقاش كبير في البرلمان على التنقيحات اللي صارت على المجلة الانتخابية. هناك افتراضية انه فما شكون وراء العمليات هذه، لانه ما يجيش انه يكونوا عمليتين في العاصمة
نفس الكيفية وبنفس الدقة يعني. طيب أريد أن أشكرك جزيل الشكر من تونس الناشطة الحقوقية كاهنة طالبي، شكرا لك. اتهم الجيش الإسرائيلي روسيا بتشويش إشارات نظام تحديد المواقع المعروف بالجي بي اس في المجال الجوي الإسرائيلي منذ حوالي 3 أسابيع. قال المسؤولون إن تدخل ناجم عن تشويش إشارة قمر صناعي يستخدمه الجيش الروسي في سوريا في قاعدة حميميم الجوية. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الذين يقفون وراء هذه الاضطرابات في مطار بن غوريون هم الروس، ووصفت العمل بالعدائية. من جانبه نفى سفير روسيا في إسرائيل هذا الاتهام. والآن ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف. أستاذ أندري، هل من رد فعل روسي على التهم الموجهة في إسرائيل ضد روسيا من أنها يعني تقف خلف هذه التشويشات على الملاحة الجوية في إسرائيل؟ يعني الرد موجود، وكما تفضلتم في تقريركم هناك رد لسفير الروسي، هو نفى نفى مثل تلك المعلومات. لكن نعم يعني نفى بالفعل هذه المعلومات، لكن ماذا برأيك يعني تداعيات اتهام كهذا؟ يعني بصراحة هذه الاتهامات مبنية على مصدر غير المكشوف، مصدر الإسرائيلي، وطبعا هذه الاتهامات تعطي لكثير من التساؤلات. لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، ولو أقامت روسيا تشويشات أمام الطيران المدني، لقد سمعنا مثل هذه الاتهامات ليست فقط من إسرائيل، بل كذلك ربما من تركيا، من العراق، ومن بعض الدول المجاورة لسوريا الأخرى. يعني في نفس الوقت التساؤل الهام، لماذا نحن نسمع هذه الاتهامات؟ في السابقة أود أن أشير إلى أن الوزارة الدفاع الروسية اتهمت الجيش الإسرائيلي والطائرات الحربية الإسرائيلية بأنها تقوم بالضربات الجوية ضد المواقع السورية متزامنا مع تواجد الطائرات المدنية في الأجواء السورية. وكما أشارت الوزارة الدفاع، هذا يشكل خطرا لتلك الطائرات المدنية. فربما أنا لا أستبعد، أنا طبعا لست خبيرا عسكريا، ولكن أنا لا أستبعد بأن حقيقة ما يحصل حاليا في الأجواء السورية هو أن الجيش الإسرائيلي يستعمل الصواريخ الإسرائيلية والقنابل الإسرائيلية تستعمل جي بي اس لتحدد موقف الهدف. فلذلك أنا لا أستبعد بأن روسيا فعلا تقيم تشويشا فوق أو في الأجواء السورية، وهذا لا يمكن أن توافق عليه الجانب الإسرائيلي حاليا. فلذلك الجيش عبر القنوات أو عبر وسائل الإعلام تطلق هذا الموضوع في للعلم وإلى ما هنالك، لكي تضغط بشكل أو بآخر على روسيا لكي تزيل هذا التشويش، واللي بين القوسين تسمح أو تعيد فتح الأجواء السورية أمام الطائرات الإسرائيلية. ولكن على كل حال أنا يمكن أن أقول بدلا من تلك الاتهامات، أنا أعتقد أن أفضل الطرق للتعامل مع هذه القضية لو كانت صحيحة هو فتح باب الحوار ما بين العسكريين الروس والإسرائيليين ولبحث هذا الموضوع. طب أندري، يعني دعنا نحاول أن نفهم ربما أكثر يعني توقيت هذه التهم ولماذا الآن. يعني الاتهامات تأتي غدات أيضا زيارة مستشار الأمن القومي الروسي لإسرائيل واجتماعه بمستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي. كيف يمكننا قراءة التوقيت برأيك؟ صحيح، توقيت مهم، وخاصة في ضوء تصريحات نيكولاي باتروشيف بأن إيران هو الحليف، وربما نحن نسمع مثل هذه التصريحات لأول مرة من قبل مسؤولين الروس. هذا أولا. شيء ثاني، أنا أود أن ألفت النظر بأن نحن ربما خلال الأسابيع الأخيرة لم نشاهد الضربات الإسرائيلية ضد مواقع الإيرانية في سوريا، و ربما أسباب ذلك هي كما ذكرت بأن روسيا فعلا تقيم تشويش فوق الأجواء السورية والذي يمنع
توصل أو وصول قنابل والصواريخ الإسرائيلية إلى الأهداف المعينة. فلذلك طبعا هذا يؤدي إلى قلق الإسرائيلي أو غضب حتى الإسرائيلي، فلذلك نحن نسمع هذه الاتهامات. نعم، أريد أن أشكرك من موسكو المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف، شكرا لك. توالت ردود الفعل في الساحة السياسية في إسرائيل بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك نيته خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. ففي حين قال مقربون من باراك إن الهدف الأساسي من الحزب الجديد هو إسقاط حكومة نتنياهو، قال معارضوه إنه أخفق في رئاسة الحكومة ولن يتمكن من إحداث أي تغيير. عودة رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك إلى الحلبة السياسية يثير توازن القوى السياسية في إسرائيل، حيث أطلق قادة المعسكر اليميني المتمثل بحزب الليكود الحاكم حملة للتشكيك بقدرة باراك على قيادة إسرائيل بسبب الفترة الزمنية القصيرة التي تولى خلالها رئاسة الوزراء. هذا ليس الوقت للجلوس جانباً، وهذا ليس الوقت للاستناد إلى الجدار، بل هذا الوقت لذحر حكومة المتطرفين وعلى رأسهم نتنياهو. فيما أثارت عودة باراك أيضا الانتقادات اللاذعة في معسكر المركز واليسار، حيث صرح رئيس حزب كحول لافان بيني غانتس أن الإشاعات حول ائتلاف حزب العمل وحزب ميرتس اليساريان مع الحزب الجديد الذي يقوده باراك لم تكن مطروحة ضمن استراتيجيتهم، كون وجهتهم تكمن في سحب الأصوات من معسكر اليمين، فيما اعتبر حزب العمل الذي وقف باراك على رأسه سابقا أن ذلك تشرذما إضافي. هذا وأشارت الاستطلاعات المحلية إلى تزعزع معسكر اليمين بسبب حصول باراك على 6 مقاعد ضمن حزبه الجديد، ما يعني أن الخارطة السياسية قد تقود معسكر المركز واليسار إلى استلام الحكم في حال لم يعاد سيناريو تراجع اليسار كما حصل في الانتخابات عام 2000. والآن أرحب معي هنا في الاستوديو في الخبير في شؤون الإسرائيلية الأستاذ شكيب شنان. مرحبا بك أستاذ شكيب. هل اشتاق باراك للسلطة وهل يستطيع برأيك أن يغير بالفعل موازين القوى السياسية في إسرائيل وأن يهزم نتنياهو كما أعلن؟ دعنا نقول أنه دخول باراك إلى ساحة الملعب، يعني نأخذ المصطلحات من عالم كرة القدم، باراك كان قاعد على البنك بالجانب الملعب، والآن قرر أن قام من البنك وقرر أن يدخل إلى ساحة الملعب ويأخذ دور فعلي في عملية نجاح المركز واليسار الإسرائيلي في الانتصار على نتنياهو. إذا قررنا ذلك مع عشية أو يوم انتخابات الكنيسة 21، هذا تغيير، لأنه في الانتخابات السابقة لماذا بالفعل بالانتخابات السابقة لم يتخذ هذه الخطوة؟ مخطط باراك اليوم هو نفس المخطط الذي صبى إليه في الانتخابات السابقة. في الانتخابات السابقة انتظر أن يدعو أن يكون هناك من يدعوه لدخول الملعب، ولم يكن أي مدرب الذي اختاره ليحقق الهدف. غانتس وحزب كحول لافان وأبي جاباي وحزب العمل كلاهما لم يوافق على الاتحاد تحت قيادة باراك. ذكرت حزب العمل، لماذا باراك لم يختار أن يدخل الساحة السياسية مجددا عن طريق حزب العمل الذي بدأ منه؟ كانت هذه إحدى الإمكانيات التي كانت مطروحة أمام باراك، ولكن باراك لم يشأ أن هذا الحزب الذي أوصله إلى الرئاسة بدون شك أن ينافس في الانتخابات التمهيدية البرايمريز في داخل حزب العمل. حزب بأكل صدمي كالهواية، صعب جدا وصعب جدا أنك أنت حتى باراك أو أي شخصية ثانية لها مكانتها السياسية أن تأتي على بيت مهدوم وتبدل الانطلاق تعمل على ترميم البيت. لا يوجد وقت الآن لترميم حزب العمل. حزب العمل يستطيع أن يرمم نفسه نعم أم لا، هذه قضية ثانية مختلفة. براك يبني على عدم قدرة حزب العمل لترميم نفسه أن ينضم إليه ويعطيه القوة. براك في نهاية المطاف لديه هدف أن يكون هو رئيس الحكومة، وهذا هو الخطر المحدق للمركز واليسار الإسرائيلي في هذه المرحلة. يوجد هناك مرشح اسمه بيني غانتس، هذا المرشح الآن أصبح شخصية إضافية تريد أن تأخذ مكانه. ماذا برأيك سيحدث الآن؟ سيتحالف مع غانتس؟ هذا ما هو يريد أن من غانتس
وحزب كحول لبنان أن يتنازلوا له عن اتخاذ الصدارة والوقوف على رأس المعسكر. براك يريد في البداية أن يأتي مع ميرتس وحزب العمل وعندها تتغير استطلاعات الرأي العام ويأتي لبيني جانتس ويقول له أنت لا تستطيع أن تنتصر على نتنياهو التنازل، أنا هو الوحيد الذي يستطيع ذلك. طب هذا سيناريو محتمل أستاذ شكيب؟ هذا السيناريو غير محتمل لأنه يائير جولان الشخصية الثانية في الحركة التي ينوي براك إقامتها تحدث اليوم في العديد من اللقاءات التي أجراها مع الصحافة الإسرائيلية على أمر واحد فقط، براك الأفضل، يعني براك هو من يستطيع الانتصار على نتنياهو وهو أفضل من جانتس لكم خبرته السياسية العسكرية بدون شك. يعني بما أنه يائير جولان هو من مؤيدي براك ونحن نعلم أنه يائير جولان كان أحد الشخصيات التي تحدثوا عنها لخوض المعركة في حزب العمل والوقوف على رأس حزب العمل ولم يفعل ذلك، يعني اليوم المعركة هي هل جانتس أم براك هم أي منهما يستطيع أن ينتصر على نتنياهو، وهذا الأمر الذي يحاول براك الوصول إليه بالحصول على تمثيل كل المعسكر، وإذا لم يتم ذلك يريد أن يكون حزبين، حزب يمين مركز يمين برئاسة جانس ومجموعته وحزب مركز يسار برئاسة براك وحزب العمل وميرتس، وفي هذه الحالة من يأتي بعدد أصوات أكثر أو عدد مقاعد أكثر في المعركة الانتخابية هو من سيشكل الحكومة من قبل اليسار، وهذه اللعبة بدأت، إلى أين ستنتهي الأيام ستكشف لنا ذلك وسنتابع الأخبار بالفعل لنأتي بها للجمهور المحترم. شكرا جزيلا شكرا لك الخبير في الشؤون الإسرائيلية أستاذ شكيب شنان. يبدأ بعد قليل منتدى العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الذي تعقده صحيفة إسرائيل هيوم في مدينة القدس بحضور مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، وتشارك في المؤتمر سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي والمبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وسيطرح المنتدى قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية. ومن المؤتمر من مدينة القدس ينضم إلينا مراسلنا مروان عثامني. مروان، هذا اللقاء يعني بمشاركة نتنياهو وكما ذكرنا المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان بعد يوم من اختتام ورشة المنامة، على ماذا يدل هذا؟ نعم رنين، بالفعل مؤتمر المنامة إن دل على شيء أساسا فهو يدل على العظمة أو على القوة التي تتمتع أمريكا بها في العالم وبالأساس في العالم العربي، وأرسلت رسالة للفلسطينيين جدا واضحة أنه مفاده على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها الفلسطينيون إذا عقد المؤتمر، لكن الولايات المتحدة قادرة أن تجمع العالم العربي أو وعقد مؤتمر يتحدث عن السلام في المنطقة، وإن كان المؤتمر قد خاض في القضايا الاقتصادية لكن كان المؤتمرون هناك العالم العربي أكد على أن الحل هو حل سياسي بامتياز، لكن أمريكا أرسلت رسالة مفادها مرة أخرى للفلسطينيين أنها قادرة أن تلتف عليهم وأن تتواصل مع العالم العربي وأن تجمع العالم العربي بإسرائيل دون وجودهم. عودة للمؤتمر هنا أو للمؤتمر الذي تعقده صحيفة إسرائيل هيوم بوجود جيسون غرينبلات ونيكي هيلي مبعوثة الأمم المتحدة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. نعم كانت قاعدة تحدث والمؤتمر يتحدث هنا وانخاض في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، هنا جاء ليؤكد مرة أخرى بوجود هذه الشخصيات هنا على متانة العلاقات التي تجمع إسرائيل بالولايات المتحدة وخصوصا بالإدارة الحالية التي تنحاز جدا باتجاه إسرائيل. طب مروان اسمح لي قبل أن يدهمنا الوقت باقتداب مروان، هل من ردود أمريكية أو إسرائيلية جديدة حول ورشة المنامة أو حول الغياب الفلسطيني عن هذه الورشة، وهل يعني من المتوقع أن تطرح في هذا اللقاء قضية ضم مناطق من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية باقتداب لو سمحت؟
حتى الآن لا جديد، يعني نفس المواضيع أو نفس التلخيصات اللي كانت قد صدرت بالأمس هي نفسها ما عادت عليها اليوم، بخصوص ضم مناطق من الضفة الغربية. هنالك محاولات إسرائيلية بدأت من خلال الجولة التي عقدها نتنياهو لجون بولتون مستشار الأمن القومي، جولة في غور الأردن وإطلاعه على المناطق وعلى ما يحدث في الضفة الغربية كمقدمة لربما لضم مناطق سي التي كانت قد تحدثت عنها إسرائيل مرارا وتكرارا، وربما قد تلقى أذنا صاغيا لدى الإدارة الأمريكية الحالية كما لاقتها مع ضم الجولان ومع الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. من مدينة القدس مراسلنا مروان عثامن، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، الفاصل قصير ونتابع من بعده. المبعوث الإثيوبي يصل العاصمة السودانية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقوى المعارضة. حزب الله يستبعد حربا أمريكية على إيران، ودبلوماسيون يؤكدون أن طهران لم تبلغ بعد الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب. أما في الرياضة، المنتخب المصري يتأهل للدور 16 بفوزه على الكونغو والجزائر والسنغال الليلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.